سلام بنات، سلام حبوباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا ثاني فيديو، الفيديو اللي درت قبل كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه ان شاء الله، هناك المزيد والمزيد. اليوم غادي نشارك معكم بعض المشتريات. خديت هنايا واحد جوج قراعي ديال الزيتون متوسطين، بغيت نديرهم مشرملين، داك الزيتون بغيت نديرهم مشرمل ان شاء الله على الطريقه المغربيه. هنا عاوتاني درت خديت واحد القرعه ديال الكبار، بزاف الناس ما كيعرفوش ولكن عنده فوائد كبيره بزاف، هو كيجي في السلطه رائع رائع بزاف، واحد المذاق رائع. وهنايا خديت كبسه مطحونه، معروفين بها بزاف الدول العربيه، كتجي زوينه في الرز بزاف، وهما كيستعملوها في الرز كذلك. هنايا خديت الحوت، حوت عادي، وخديت كذلك الكروفيت. وخديت كذلك تريا، كسكس ديال تريا. وخديت الفول، تحضيرات لفصل الشتاء. وخديت هنايا واحد الفلفله حاره. وهنايا خديت اشياء كتخص يعني الحمام. هنايا خديت يعني بحال واحد العلبات كتديري فيهم الاشياء يعني اللي ما تبقاش يعني ملونه في الحمام. انا عندي واحد البلاصه يعني كنحط فيها الاشياء ديالي، هنايا شريت هادو باش نبقى نقد فيهم داكشي. ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفلوق ديال الحمام ان شاء الله. هادو كان شريتهم ب $4، الثمن ديالهم رخيص بزاف. خديتهم، خديت ثلاثه منهم باش يجمعوا لي جميع الاشياء يعني اللي عندي مرونه في الحمام. صراحه هما كيجمعوا بزاف ديال الاشياء، كيجمعوهم وما كتبقاش ما كيبقاش يبان لك الحمام يعني مرون، كيبان بواحد الطريقه منظم زوين بزاف. وهنايا خديت واحد الشكل اخر يعني ديال الحمام، خديته بغيت نبدل به. انا صراحه كنبغي يعني الحمام ديالي كل مره يكون على حله، ماشي غير الحمام، كنبغي حتى المنزل ديالي يكون على اي يعني حله جديده. كنبغي نغير الديكور، كيعجبني بزاف كل مره نشوف ديكور جديد. هنايا خديته باش كل مره نبقى نبدل. هنايا خديت واحد الحجرات بغيت نديرهم ديكور في الحمام، صراحه كيجيو زوينين بزاف بزاف، كيجيو فواحد ديرهم مثلا فواحد القريعه كيعطي واحد الديكور رائع. البنات غادي نشارك معكم تجربتي ديال اللي قديت، كنتمنى ان شاء الله تجربوه اللي كيعجبو. كاينين بزاف ديال البنات ما كيعجبهمش. هنايا درت واحد الملعقه ونصف ديال الملح باش ما يطلع ليه حتى شي حاجه، غادي ندير ليه الملح مزيان. وغادي نزيد واحد الملعقه ديال الكمون، وكذلك واحد الملعقة ديال الخرقوم البلدي، انا صراحة اي حاجة يعني طاحت لي على البال كنحاول انني نجربها. هنايا درت واحد الملعقه ديال الكبسه اللي كنت وريتكم قبل، هذيك درت منها واحد الملعقه حيت كيكونوا فيها مجموعه ديال التوابل كتكون زوينين بزاف. هنايا درت واحد شويه ديال الزعتر باش يعطي النسمه زوينه. وهنايا زدت واحد نصف كاس ديال زيت العود، زيت الزيتون. هنايا بديت كنخلط بيديا مزيان باش يدخلوا جميع التوابل ديك اللحم مزيان. صراحه ديك الساعه الرائحه ديالو مكرهش ديك الساعه الكريم وديك الساعه وناكلو، حيت كيعجبني بزاف المذاق ديالو، كيجي في القطاني رائع وفي الكسكس رائع بزاف بزاف. هنا غادي نضيف واحد ديال الثومه، غادي نزيد الثومه، وكاين كما كتشوفوا انا زدتها بالوراق ديالها، حيت صراحه بالوراق ديالها كتعطي واحد النسمه رائعه رائعه بزاف. وبالنسبه اللي خافوا انه يبقاو داك الاوراق ديال
الثوم ما بقاوش، حيت من بعد ما جبتهم من بعد ما جبت اللحم ديالي من الثلاجة لقيتها انها ما بقاش في هذاك الورق، ما بقاش تيبان، ما بقاش كيبان نهائيا، ولكن كيعطي واحد النسمة، واحد الرائحة رائعة رائعة بزاف. داك القديد هنايا من بعد ما درت السلوفان القديد وخشيته في الثلاجه اللي غنخليه 3 ايام، هنايا بديت كنحل القراعي ديال الزيتون اللي صراحه ما بغاوش يتحلوا ليا بزز باش تحلو. وهنايا بديت كنحيد لهم داك الشيء الدخلاني ديالهم، حيت صراحه ما حملتهمش بداك الشيء اللي فيهم. بعد ما خويت القراعي كاملين من الزيتون اللي كان فيهم، ضفت ليه واحد شويه ديال الماء اللي غادي نخليه يغلي حتى يتحيد منه داك المواد اللي كانوا دايرين فيه. غادي نغليه مزيان حتى يتحيدوا منه دوك المواد كاملين. وهنا من بعد ما تغلى لي الزيتون وتحيدت منه دوك المواد كامله اللي كانت فيه، جيت هنا بديت كندير لي واحد شويه ديال الربيع. صراحه اللي بقيت كنزيد كنزيد كنزيد، كيبان لي قليل قليل قليل، كل مره كنزيد شويه. من بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه، انتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير لي. صراحه كيجي رائع رائع بزاف، واحد المذاق رائع وواحد الريحه زوينه بزاف. انا صراحه اللي طحت لي على بالي كنجربها، واللي حاجه اللي تشهيتها كنحاول انني نجربها، ما كنخليش راسي بلاش. يعني واخا كاينه في بلد يعني ماشي بلادي، ولكن ماشي كلشي موجود فيه كما البلد يعني المغرب. كما المغرب كلشي موجود فيه، الزيتون كتمشي غير تشري، ما كتصاوبيش في الدار. صراحه اي حاجه طاحت لي دابا على البال كنجربها، يمكنش ما عنديش فين غنمشي نشريها. هنايا زدت واحد الملعقه ملعقة ديال الكبسة، حيت صراحة ديال الكبسة من نهار اللي شريتها وانا كان كل مرة كان نزيد شوية هنا وكنزيد شوية هنا، ولكن صراحة عندها واحد المذاق رائع، كتعطي واحد النسمة رائعة. وهنا زدت واحد شوية ديال الزعتر، حكيته غير بيديا. وهنايا زدت واحد شوية ديال الثوم وشوية ديال زيت الزيتون، وبديت واحد شويه زدت واحد شويه ديال ثلاثه الملاعق ديال الفلفل الحار يعني صلصه الحاره. وهنا زدت واحد نصف حامضه. بالنسبه للنصف حامضه اللي بغى يعني النسمه ديال الحامض تكون عنده زيتون اللي يعني كتعجبو ديك النسمه ديال الحامض، يقدر يحك القشور ديال الحامض يحكهم، حتى هما كيعطيو واحد النسمه رائعه. انا هنايا غير عصرت الحامض. وهنايا غادي نبقى نعمر في القراعي، اللي صراحه كنعمر في القراعي، وكيما غتشوفوا غادي نخلي واحد الوحده، حيت راه غنقول بلاتي غنخلي وحده، حيت ديك الساعه ما بغيتش ناكلو باش ما يسدش ليه الشهيه ديالي. انا حيت اي حاجه كناكلها يعني قبل ما الوجبه اللي غادي ناكل تقدر تسد لي الشهيه ما ناكلش، قلت من الاحسن غادي ناكل غير وحده. ومن بعد غادي تشوفوا كنحط وحده بعيده باش ناخذها. هنا صافي انتهينا في التعمار ديال القراعي ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالمشاركه ديالكم في القناه ان شاء الله، وباش نحصلوا على عدد كبير من المشاركه وعدد كبير من لي لايك. شكرا بزاف لجميع المتابعين ديالي، شكرا بزاف ليهم. وباش كنتمنى ان شاء الله ندير واحد الفيديو للبنات اللي طلبوني على داكشي الاوراق ديال الفيزا. ان شاء الله غادي نعاودو، كنوعدكم ان شاء الله غادي نوريكم جميع الاوراق ان شاء الله. وشكرا جميعا، ونخليكم دابا مع واحد المقطع ديال واحد المقطع اللي صورت لكم فسريت داكشي كامل فاش مشيت لواحد